يسر ابراهيم، مدام يسر ابراهيم بتقول عملت الكسكسي طلع تحفه ما شاء الله، تسلم ايديك الجميله. حلقه الكسكسي كانت تحفه، كان معايا شيف احمد فرج، وبصراحه يعني عملنا اجمد كسكسي، وهو كمان من الناس اللي فظيعه في عمل الكسكسي، فتسلم ايديك يا مدام يسر والله. مشيره الشريف، بساطه وشياكه مفيش بعد كده، يسعدك ويبعد عنك اي شر. شكرا لحضرتك يا مدام مشيره والله منوراني. ام ريان بتقول شيف لولو حبيبتي ممكن طريقه اللانشون يكون صحي بعد اذنك ونزلي المقادير، لان زوجي بيحبه وانا بحبك قوي. يا ام ريان ان شاء الله باذن الله هنعمل اللانشون الاسبوع ده، هنعمله باللحمه وهنعمله بالفراخ حاضر من عينيا. احنا يمكن عملناه مع بعض قبل كده، بس ضروري واحنا شغالين فيه تشوفي الحلقه كده علشان تشوفي برده طريقه عمله عامله ازاي بالظبط. منى يا رباب، رباب ازيك يا رباب؟ وعليكم السلام ورحمه الله. انا الحمد لله يا رباب، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا رب. انا كويسه الحمد لله، في نعمه الحمد لله. الحمد لله بموت فيكي. الله يخليك يا رباب والله، كتر خيرك والله. الله يخليك. زي ما انا عايزه اتواصل مع حضرتك بس دايما بتجيلي رقم مشغول على طول. معلش بقى، معلش، انت نورتيني النهارده والله يا رباب. نورتيني يا رباب والله، وشكرا لمكالمتك الحلوه دي. ماشي حبيبتي. طيب منى شريف بتقول انا بحبك قوي يا شيف الاء، ربنا يخليكي لينا ويجعل ايامك كلها حلوه. انا عملت الجلاش وكيكه الرواني على طريقتك بجد جميله قوي. بس عشان شويه دقيق عليها كده. منى بصوا عاملين عامله الجلاش حلو قوي، الجلاش المحشي تحفه شكله حلو قوي يا منى. احنا عملنا جلاش محشي على الطاسه، شايفين اهي. تسلم ايديكي يا منى، تسلم ايديكي الحلوه. يلا طيب. نور بتقول لا مفيش سؤال، في تحيه من اهل البحيره لاسره قنوات فود، اقوى قناه طبخ في مصر. شكرا يا نور منورانا والله. طيب نجوى بتقول لو فضلت اقول بحبك العمر كله مش هيكفي والله. كنت عايزه اعرف طريقه سهله للتشيز كيك. حاضر يا نجوى، لو عرفنا ننزلها لك في الحلقه، عملنا قبل كده مع بعض طريقه سهله جدا للتشيز كيك، كان بالفراوله، طريقه اقتصاديه جدا. حاضر يا نجوى، عينيا. طيب الحاجه اصيله، يا صباح الجمال يا شيف الاء، انا بحب ضحكتك قوي، انا عملت بسكوت اليانسون تحفه يا حاجه اصيله. تسلم ايديكي، هي مصوره وهي في الفرن. تسلم ايديكي، تسلم ايديك الحلوه. بسكوت اليانسون احنا عملناه، كان يا جماعه حلو قوي قوي، طريقته سهله ومش محتاج ان هو خطوات كتير، عملته ساعتها بطريقه مبسطه. هو دلوقتي في الفرن بيطلع ينشف، وبعد ما بينشف بنقطعه كده نفس المقاس البسكوت، بيبقى حلو قوي قوي. تسلم ايديك يا حاجه اصيله. طيب نسيم الصباح، صباح الخير والعافيه، من تابعينك من العراق منوراني والله. اجمل ورده بتقول وحشيني خالص، ممكن طلب اختي عيد ميلادها يوم الجمعة، ممكن تقولي لها كل سنة وهي طيبة، كل سنة وهي طيبة عقبال مليون ألف سنة. عملت الكب كيك يا جامد، عاملة كريمة بقى وحركات وبتاع. تسلم ايديك الحلوة، حلوة قوي، جامد قوي، تسلم ايديك. يلا طب بعد نودي، يا نودي يا شيف الاء ازيك؟ ازيك يا نودي عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، انت عاملة ايه؟ انا كويسة، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم ايديك على كل حاجه بتعمليها. اولا الله يخليك يا نودي والله، تحيه لكل كاست الموجودين مع حضرتك، وكل الشيفات اللي فعلا اخلاق وذوق وادب مفيش بعد كده، كل الموجودين في القناه. الله يخليك وكلكم طبعا. وعاوز من حضرتك حاجتين. اتفضلي. اول حاجه بعد اذنك تنزلي لي طريقه العجينه تاني. عينيا، دي رقم واحد. رقم اتنين، عاوزه انا عندي ذره صفراء عاوزه افرزها، اعملها ازاي؟ حاضر، حلو قوي. حاضر، يعني بس تجاوبيني على ريحه بعد اذن حضرتك. عينيا الاثنين، تسلمي لي، متشكره جدا جدا ليكوا، وانا هقفل عشان اسمع بعد كده حضرتك من التلفزيون ان شاء الله. حاضر، وبجد بجد تحيا الشيف حامد، تحيا الشيف فاطمه ابو حاتي، تحيا الشيف نونه، شيف دعاء السمنودي، دي الحب الحب. حاضر، هقول لهم وهم اكيد هيسمعوك يا نودي والله، نورتينا وكلنا بنسلم عليك يا نودي والله. بص يا نودي، المقادير اهي، دي ايه دي يا جماعه؟ دي النجريسكو. حد طلب النجريسكو، مقادير العجينه حاضر هنزلها واقولها لك، وهقول لك بعد الفاصل تفريز الذره. حاضر، عينيا يا نودي، نورتيني. طب انا عشان بس اتاثرت وبعدين هبطت تاني. ام يحيى، ام يحيى كل اسبوع بتعمل ايه؟ ام يحيى بتنزل صوره بتجمع كل الوصفات اللي انا عملتها معاكم في الاسبوع وبتنزلها. بصوا لي بقى على جمال ام يحيى. استنوا بس، هي بتقول شيف الاء مش عارفه اشكرك ازاي على كلامك الجميل ده اللي بيشجعني وبيساعدني، وبجد انا بحبك قوي، وممكن تعيدي على روان لان عيد ميلادها بكره، واحب اعرف رايك في التطبيقات من وصفات حضرتك. ام يحيى، لا بصوا لي بقى على ام يحيى بقى، بعدين نزوم بقى على ام يحيى على الوصفات بتاعتها.
يلا يلا بينا. بصوا بقى عامله الكب كيك، فاكرين الكب كيك اللي احنا عملناه في الطواجن الفويل يجنن، وعامله كمان الكنافه بالمانجا اهي نفس طريقة التشكيل، وبرافو عليها هي كاتبة كمان تحت كل وصفة الكب كيك المخطط، الله عليكي والله، والمندي الفراخ تحفة، وعاملة كمان مثلثات البيض عملناها مع بعض من فترة، والكب كيك كمان عاملاه سادة، والله عليكي بقى عاملة الميني فينو المحشي، الله عليكي يا أم يحيى. وعلى فكرة أنا مش بشجعك ولا حاجة، أنت فعلا كل تطبيقاتك بتبقى حلوة، وكل الوصفات اللي أنت بتعمليها بتطلع نفس الشكل اللي أنا عاملاه معاكي وبتبقى أحلى كمان. روان بقى بنتها كل سنة وأنت طيبة وعقبال مليون ألف سنة، وربنا يفرح ماما وبابا بيكي يا رب، وتسلم إيدك يا أم يحيى. في إيمان كده منزلة من شوية بتقول عملت رقائق الذرة اللي هي المثلثات اللي إحنا مشتريها من بره دي على طريقه حضرتك وطلع تحفه قوي، ربنا يبارك فيك وفي صحتك وفي عائلتك يا ايمان. يا ايمان تسلم ايديكي، حلوه قوي، تسلم ايديكي يا ايمان والله، اهي حلوه قوي يا ايمان. طيب تفريز الذره، عايزه اتكلم عن تفريز الذره، وعايزه كمان نودي اللي كانت طالبه العجينه، انا هقول لكم العجينه تاني. تفريز الذره، انت بتجيبي الذره اولا، مش اي ذره نعمل نقدر ان احنا نفرزها، بفضل دايما الذره اللي هي بتكون الذره الحمراء اللي هي بتكون من عند بتاع الخضار، بلاش الذره البيضاء، مش بتدي معاكي طعم حلو خالص. دي طريقه العجينه هي نودي اللي احنا عملنا بيها اللقيمات بتاعه الجبنه، وهقول لكم برده الخطوات بتاعتها ازاي. انت بتجيبي الذره طبعا بتفصصيها، او ان انت بتسلقيها زي ما هي كده من يعني بالكوز بتاعها من غير ما تتفصص ولا حاجه، بتسلقيها. عندك اختيارين، ان هي تتسلق نص سلقه، والذره دايما لما بنسلقها في البيت بتاخد وقت شويه، ممكن تاخد معاكي ساعه ونص على فكره، بتاخد شويه وقت. بعد كده بتطلعيها من الميه، بتسيبيها تبرد، وبتفصصيها بعد ما تتسلق، بتحطيها في اكياس، بس دي بعد ما تبرد خالص، وتشيليها في الفريزر. ده خيار. الخيار التاني ان هي ممكن تتسلق معاكي نص سلقه، وبعد كده بتطلعيها تحطيها في ميه ساقعه متلجه، توقفي عمليه السوى اللي فيها، وبعد كده تطلعيها من الميه الساقعه تسيبيها تنشف خالص براحتها، ما تستعجليش عليها خالص، تنشفيها كويس قوي، وبعد كده تحطيها في اكياس وتشيليها، تبقى كده نص يعني، هي كده هتفرزيها وهي نص تسويه. تعملي ده او تعملي ده براحتك خالص، المناسب ليكي يا نودي. طريقه العجينه انا النهارده عملت لكم عجينه من غير بيض، وما استخدمناش فيها خالص بيض، ولا دهناها بيض ولا اي حاجه خالص، من 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم 2 معلقه صغيره من الخميره، ومعلقتين كبار من السكر، 3 معالق كبار من اللبن البودره، ممكن تستغني عن اللبن البودره وتضيفي معلقه الزبادي، مفيش مشكله خالص. رشه ملح، عجناها بميه دافيه، ممكن تمكسي ما بين الميه واللبن، ممكن تعجني بلبن، ونفس طريقه التشكيل اللي انا عملتها معاكم. نعدل بس كده ايه اللقيمات بتاعتنا دي ونكمل. مريم علي بتقول تسلم وقفتك، يا ريت اكلات دايت وكمان معجنات بدقيق الشوفان، حاضر، بدون اي دقيق ابيض او حبه كامله، شكرا جزيلا لحضرتك، اموره ومحترمه كده في نفسك، شكرا يا مريم والله، بتقول ان هي اتعلمت حاجات كتير، شكرا لكل كلامك الحلو. طيب ثانيه يا جماعه، البوفتيك، عامله البوفتيك، بصوا مريم، تسلم ايديك يا مريم والله. تسلم ايديك يا مريم. طيب دودي كانت سائله بتقول على تنظيف الخشب من الدهون، يا حاضر جماعه، ناس كتير قوي على فكره كاتبه اللانشون هنعمله ان شاء الله الاسبوع ده، تابعوني الاسبوع. سوهاج، تحيه من سوهاج، وحاجات حلوه قوي والله العظيم. انتوا الله، البطاطا بالبشاميل، زكيه منزله، ينفع نجيب البطاطا بالبشاميل بتاعت زكيه؟ عاملاها حلوه قوي، تسلم ايديكي. تسلم ايديكي والله يا زكيه، اهي يلا بينا. تسلم ايديكم الحلوه على كل تطبيقاتكم الحلوه، وشكرا شكرا لكل الكلام الحلو اللي انتوا كاتبينه، وشكرا لكل مكالماتكم.